حول الأمن والسلام، ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والسماح بالدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة والأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي. كانت هذه واحدة من أبرز الرسائل التي خرج بها المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي اختتم أعماله بعد 3 أيام من النقاشات الثرية بين مجموعة واسعة من أصحاب الشأن لمعالجة أولويات التنمية المستدامة من منظور إقليمي، ومناقشة التقدم ومراجعة التجارب الوطنية وتعزيز صوت المنطقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة. من بيت الأمم المتحدة في بيروت انطلق المنتدى الذي نظمته الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة وفود رفيعات المستوى وممثلين عن الحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برلمانيين وباحثين وأكاديميين. اليوم نقف متحدين لا لنعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو فحسب، بل للالتزام برسم مستقبل لا تدفن فيه تطلعات أي طفل تحت أنقاض الصراعات، ولا يكون فيه 187 مليون إنسان المهمل في المنطقة العربية مجرد رقم، بل ركنا أساسيا من أركان مسيرتنا نحو الرخاء والسلام والاستدامة. تخلل المنتدى الذي حمل عنوان العمل من أجل الاستدامة والسلام معرض معرفة، بالإضافة إلى جلسات عامة ومتخصصة سلطت الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والعمل المناخي والسلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات لتحقيق الأهداف، هذا بالإضافة إلى مواضيع آنية مثل الابتكار الرقمي والحوكمة والتعاون في المنطقة العربية، تحضيراً لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي سيعقد في أيلول سبتمبر المقبل في نيويورك. وتوج المنتدى كما في كل عام بحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة.